الخير لأحلى مشاهدين مشاهدي بيتنا العربي المشترك بيت للكل. يسعد مساكم ويسعد مسا زملائي كمان. مساء الخير. مساء الخيرات يا ياسمين. خير للجميع. أهلا وسهلا فيكم. بجزء نكاد نجزم أن العلم هو رأس الحربة في كل شيء، هو أساس كل شيء، أساس أمن المجتمعات وأساس الأمن القومي في كل الدول. ولولا العلم لما تطور الإنسان منذ آلاف السنوات من أكل ورق الشجر وارتدائه إلى أنه سخر كل هذا العلم اليوم لصناعة الغذاء بنفسه وصناعة كفايته، ولما توقف عن أنه يسكن في الخيم وفي بيوت الطين إلى ما توصل إليه اليوم. نحن نرى القصور وكل أنواع المعمار المدهشة التي تحولت فقط بسبب العلم والتكنولوجيا. صحيح ولا شو رأيكم؟ بالضبط. صحيح. يا ياسمين، حقيقة ما تتحدثين به هو قضية ثورة كبيرة، ثورة تكنولوجية. الإنسان بحد ذاته منذ الخليقة، منذ الوجود، هو باحث عن جميع الأشياء، بحث في الرسم، في النحت، بحث عن متطلبات الحياة اللي يحتاجها. لكن اليوم الثورة التكنولوجية الحديثة اللي دخلت لنا وانفتحت مواقع التواصل الاجتماعي والأشياء الرقمية، بدأت الباحث يبحث بطريقة ثانية مختلفة مغايرة عما كان في السابق. بلداننا العربية مفرحة بها جيل شاب واعد يقدم ويبحث وينتج، وبدأ يوصل كثير من الأبحاث للعالمية. دي حقيقة. أنا بتفق جدا معك وأحمد وياسمين، وبشوف كمان أنه البحث العلمي أهميته أنه يسهل حياة الإنسان، وأنه الإنسان حياته تبقى أسهل. يعني خلينا نضرب أمثلة واقعية من بلداننا العربية مثلا. يعني إحنا عندنا مثلا لما ما كنا في زيارة للأردن، كمية التطور اللي بيحصل طول الوقت هو نتائج لبحث علمي. صحيح. في الطرق، في الطب، في العلم، في التكنولوجي، في الحاجات. مثلا في مصر، مصر بتقفز الآن. يعني اقتصاديات مصر قفزت لأشياء كثيرة جدا، اهتموا بالتربة الزراعية، اهتموا بالمحاصيل الزراعية نتيجة أبحاث. حتى الكباري اللي الناس بتشوفها وانت مثلا راكب الكوبري وماشي وتلاقي الكوبري المعلق والكوبري اللي بتستفيد منه، وانك تحط اعداد كبيرة جدا على طرق سريعة، المونوريل اللي هيبقى موجود في مصر، كل هذه الأشياء قائمة على بحث علمي لتسهيل حياة الناس والمجتمعات. فإذن البحث العلمي ده هو أصبح زي ما بنقول هو سلاح الإنسان لغد أفضل. يعني عبر تاريخ البشرية جمعاء دائما بنقول كل ما نشاهده من اختراعات ومن تطور وكل ما وصلنا إليه من خدمات للبشرية هي أتت بالأساس من خلال بحث علمي للوصول لهذه النتائج. اليوم عندما نتحدث عن البحث العلمي هو أمل الشعوب، نتحدث عن طبعا التمتع، الرفاهية، تقديم خدمات مميزة دائما للجميع، نتحدث عن تطور الشعوب. قد ما البلدان بتدفع على البحث العلمي أكيد راح يكون لديها دائما قوة، لديها دائما علم، لديها دائما تطور كبير. فرقي البلدان هو عنوانه، قديش أنا ببحث وقديش أنا بدعم البحث العلمي. أكيد يا حازم، وأكيد يا شفكي، وأكيد يا أحمد. إذن اتفقنا أن البحث العلمي هو أساس تقدم أي دولة وأساس بقائها وأساس أن تكون على خريطة المستقبل القريب. خلونا نخرج لفاصل صغير، بعدها نكمل حلقتنا للحديث عن البحث العلمي، الريادة والابتكار، وأين الوطن العربي من كل ذلك. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل. حقيقة آخر الدراسات تقول أن تقدم الدول يتناسب طردياً مع تطور البحث العلمي ومدى الاهتمام به من الجانب الخاص بالدولة من المسؤولين. حقيقة نحتاج دعم كبير لكل باحثينا في الوطن العربي حتى نستطيع تقديم نماذج مهمة في الوطن العربي وأيضاً إلى العالم. حلقتنا اليوم خاصة بالبحث العلمي في الوطن العربي.
تمام زي ما قال فعلا أحمد، الحلقة مخصصة للبحث العلمي، ومؤخرا طبعا مع انتشار فيروس كورونا وقبله فكرت مصر بأنه لازم يكون في لقاح مصري، وفي تجارب كثيرة جدا واللقاح باسم كوفيفاكس. خلينا نرحب بضيفنا، هنتعرف على مزيد من الأخبار ومزيد من المعلومات حول هذا اللقاح. ضيفنا في استوديو بيت للكل الأستاذ دكتور أسامة عزمي، وهو الأستاذ بالمركز القومي للبحوث ورئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري كوفيفاكس. منور يا دكتور، واهلا بحضرتك. اهلا بيكم واهلا باحلى مذيعين في الوطن العربي عموما، طبعا من العراق ومصر والاردن وفلسطين. اهلا بيكم جميعا. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني فخورين ان اليوم احنا ايضا نتعرف على قامه علميه وعلى جهد مميز يبذل في جمهوريه مصر العربيه، وعندما يكون هناك اي انجاز في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي بنفتخر فيه ايضا لما بيكون من دوله عربية. قبل ما نحكي أكثر عن البحث العلمي، حابين تطمننا وتخبرنا عن آخر أخبار طبعاً اللقاح المصري ولوين وصلت مراحله، تفضل. طيب، لو عشان نسهل الأمور للناس، لو نقول إن مراحل يعني إنتاج أي لقاح في العالم بيمر بمرحلتين كبار. مرحلة أولية هي التجارب في المعمل أو على الحيوانات التجارب، ودي في عمر اللقاح تستخدم تقريباً أكثر من 60 أو 70% حتى يظهر اللقاح للناس بعد كده. ثم بعد كده تبدأ التجارب على الإنسان، ودي المرحلة الأولى بتاخد أطول فترة. ثم بعد كده المرحلة الثانية والثالثة دول بيبقوا أسرع بكتير قوي، ثم يظهر هذا اللقاح يبقى موجود في السوق الناس تستخدمه. إحنا حاليا في نهاية المرحلة الأولى للتجارب على الإنسان، فإحنا تقريبا وصلنا لحوالي 70-80% من الوقت المطلوب عشان ينزل هذا اللقاح يبقى موجود في السوق او موجود يقدر يتم تداوله ما بين الناس زي اللقاحات كلها اللي موجوده هنا. يمكن الاختلاف في اللقاح المصري اللي احنا بنعمله عن اي لقاحات تانية هو انه الفيروس المعزول المنتج منه هذا اللقاح هو اللي موجود في الوطن العربي. يعني خلينا نضرب امثله عشان الناس بالظبط كده. هو يعني ايه مناسب للبيئة؟ يعني ده اللي اتعزل من الناس اللي موجودين في الوطن العربي او في مصر، وفي منهم كانوا ناس جايين من الدول العربية. فهذا الفيروس هو اللي موجود فعلا او اللي منتشر ما بيننا كلنا. فلما يطلع هذا اللقاح ان شاء الله هيكون اكثر امانا واكثر فاعلية للي عايشين في الوطن العربي كله، مش بس الوطن العربي، الوطن العربي وافريقيا كمان. كمان في نقطة مهمة دكتور، لما نتحدث عن البيئة نتحدث عن الفيروس، نتحدث عن المتحورات التي تلحق هذا الفيروس. احنا كل شهر شهر ونص عم نسمع بمتحور جديد، فهل كوفيفاكس رح يراعي فكرة المتحورات وعلى أي أساس عملتوا فيه ليناسب الوضع العام للمواطن العربي؟ طيب حضرتك أثرتي نقطتين مهمين قوي. النقطة الأولية هي التحورات الكثيرة اللي بتحصل في هذا الفيروس. الفيروس عشان برضو نشرح الناس هو عامل زي كورة، بلاش كلنا نسمع عن او عارفين الانفيد. الانفيد هو حيوان طلع منه شوك، خلينا نقول هي عبارة عن الفيروس اللي موجود اللي هو الكورونا او السارس كوف 2. ده عبارة عن كورة بروتين لحمة وطلع منها اشواك، خلاص. الاشواك دي هو الفيروس نفسه بيستخدمها عشان يمسك او يلزق في الخلية. اول ما يلزق في الخليه يبتدي يطلع قطعه البروتين بتاعته اللي هو الار ان اي ويدخله جوه الخليه. انما زي بالظبط تاني زي الانفيد هو عباره عن شوك، وهي برضو نوع من انواع البروتين، ثم غلاف حوالين الفيروس ده هو او قطعه البروتين دي، ثم نواه جواه. معظم اللقاحات اللي موجوده استخدمت قالت لك طب هو اول حاجه بيمسك فيها ايه؟ هي الشوكه دي او السبايك بروتين. طب انا هطلع لقاح ضد او حاجه تمنع الشوكه دي انه يمسك في الخليه، فما بيعيش اصلا، فمش هيعيش خلاص، مش هيعرف يخش جوه الخليه. فكره جيده جدا وفكره سليمه. طيب لو انا اديت الفيروس كله على بعضه، عملت له بعض المعاملات الكيميائيه وخليته كله ما يبقاش شغال، لا السبايك بروتين او يعني لا الشوكه ولا الغلاف بتاعه اللي هو اسمه انفلوب ولا الار ان اي اللي جواه، فانا كده طلعت اجسام مضاده ضد كل هذا الفيروس. طيب التحورات لما بتحصل في الفيروس بتحصل فين؟ بتحصل معظمها في الشوكه السبايك بروتين.
فلو انا باخد لقاح ضد السبايك بروتين ده وجسمي او الفيروس غير نوع البروتين اللي موجود، انا اسف التعبير، يبقى اللقاح اللي انا اخدته هو شغال ضد الفيروس اللي البروتين بتاعه متكون بالطريقه الفلانيه. لو غيرت البروتين بتاعي انا كفيروس، فاللقاح اللي انا اخدته ده ما مش هيعمل فيه حاجه. وده اللي بنشوفه حاليا مع الاوميكرون. الملايين من الناس اللي في الدول الغربيه، مش هتكلم بقى في الدول العربيه خلافه، بتكلم في الدول الغربيه امريكا واوروبا وخلافه، اللي جالهم الاوميكرون بالرغم ان هم تعاطوا الفاكسينات او اللقاحات المختلفه اللي هي هذه الدول مطلعها، ان هي مطلعها اساسا ضد الاس بروتين او السبايك بروتين. كويس. اللقاح بتاعنا هو ضد كل الفيروس، فحتى لو هو قدر يمسك في الخليه فجسمي مطلع اجسام مضاده ضد الكبسول او ضد الممبرين وضد الار ان ايه، فهو حتى لو دخل فاللقاح ده بيشتغل ضده عن طريق حاجات تانية. ودي الدراسات اللي احنا اثبتناها وعملنا عليها الدراسات كثيره جدا عشان نشوف هو بيطلع انهي نوع من انواع البروتينات او انهي نوع من انواع الاجسام المضاده، فهو بيطلع ضد كل الحاجه. ودي يمكن الميزه بتاعه ما يطلق عليه الفاكسين او اللقاح المعطل او الفيروس المعطل او اللي هو ما بقاش شغال، عن ان ناخد جزء بس من البروتين، لان زي ما اتفقنا تاني لو الميكروب او الفيروس غير نوع هذا البروتين فالفاكسين اللي انا اخدته. وده اللي بيحصل مع الانفلونزا. الانفلونزا الموسميه هي كل سنه بينزل لها لقاح جديد. مظبوط. ليه؟ لان هو خلاص بقى الفيروس اللي كان موجود تحور، فاللقاح اللي انا اخدته السنه اللي فاتت ما ينفعش، فاضطر اخده السنه الجايه على بنسميه حتى ده بتاع الفيروس اللي موجود حاليا. وده اللي بيحصل. انما لو الفيروس بقى غير كل البروتينات بتاعته يبقى فيروس تاني، بقى جديد، حاجه جديده، ما هواش الكورونا. خلاص ماشي، يبقى ساعتها اللقاح بتاعنا مش هيشتغل ضده لانه هو خلاص ده بقى فيروس تاني. طبعا الحديث مشوق حقيقه، بما ان احنا اليوم بنمر بجائحه كبيره ومثل ما ذكروا زملائي بان هناك تطور وفيروسات اخرى. اليوم نتساءل في بلداننا لقحنا كثير من المضادات خاصة باللقاحات اللي أخذناها، شركات كثيرة هناك نتعرض لأعراض تكون خطيرة كأنما هناك إصابة أخرى. يعني أنا كان ما أبي أشياء أروح ألقح لكن شفت روحي ارتفاع درجات الحرارة، ضيق بالتنفس، كلها بسبب اللقاحات. البعض أصبحت تبحث عن اللقاحات اللي ما بيها يعني مثلا سايد افكت أو أعراض جانبية. وين الخلل هنا؟ شلون ممكن اختيار اللقاح؟ طيب. الخلل مش في موضوع اختيار اللقاح. طيب خلينا نتكلم ان التكنولوجيا اللي بيتم بها انتاج اللقاحات هو اربع انواع مختلفه او اربع تقنيات مختلفه. اللقاح التجربه او التقنيه الاولى هي تقنيه ان انا اخد الفيروس واخليه ما هوش شغال واديه للانسان، ويمكن هذه التقنيه هي التقنيه المستخدمه على مدار سنوات طويله خالص، ودي يمكن معظم اللقاحات اللي بيديها الاطفال للدول اللي عندها تطعيمات إجبارية اللي هو بقى ضد شلل الأطفال وضد الدفتيريا والتيتانوس، اللي هي التطعيمات اللي هي كلها أول ما الأطفال اللي عندنا بتولدوا بياخدوا التطعيمات الإجبارية، كلها منتجة بهذا الفكر أو بهذه التقنية. فالأمان بتاعها واستخدامها على فترات طويلة عارفين أخباره إيه. ويمكن كلنا عارفين الطفل يقول لك لما يروح يطعم او هو يوميها تعلى درجه حرارته نص درجه ولا حاجه، ويبقى قاعد نسميها حتى باللغه المصريه منيق شويه او ما هوش طبيعي شويه، وثاني يوم خلاص الطفل ده اكتسب مناعه ضد هذا المرض طويل المفعول. ما بنسمعش ان هو يروح ياخد تطعيم ضد التيتانوس كل 3 اشهر ولا كل 6 اشهر، خلاص لان اديته نفس الفيروس دوت بس مضعف على الاخر. ادي تقنيه، ودي هذه التقنيه اللي بنستخدمها عندنا، وعلشان كده في اللقاح المصري اللي هو الكوفي فاكس، وعشان كده الأعراض الجانبية بتاعته غير موجودة. أكيد متواصلين معكم متابعينا مشاهدينا في برنامج بيت للكل، فاصل متواصلين، خليكم معنا. خلينا سؤال مهم جدا، التصنيع هيبقى إزاي؟ يعني هتلاقي دايما الناس عايزة تعرف هل هيبقى كله بأيادي مصرية؟ هل في استعانه بخبرات؟ لان كنا سمعين انه كان في فكره بانه الصينيين يبقوا موجودين ونستعين ببعض الخبرات، ولكن هل اللقاح هيبقى بايدي مصريه؟ هل هيبقى
ليه مواصفات معينة؟ هل هيتغير بتغير التحور كل شوية؟ يعني ادينا برضو شرح أكتر. أربع أسئلة سيادتك سألتيهم هرد عليهم كلهم بسرعة. تمام. أول حاجة بأيادي مصرية 100 تحور أصلهم بأيادي مصرية 100% من أول عزل فيروس إن إحنا نضعفه إلى إن هو يتم تنقيته إلى إنتاج الأنتيجين نفسه أو المادة اللي هو الإنسان هياخدها إلى تعبئتها في أحد الشركات الوطنية المصرية بالكامل. ودي استثمارات ويمكن من ضمن قصص النجاح الهائلة جدا للتعاون ما بين البحث العلمي والشركات الوطنية لإنتاج منتج يبقى موجود في السوق 100% مصري. لمسة هناك أي تدخل لأي جهات أجنبية من أي مكان خالص على الإطلاق في هذا الفيروس هذا الفاكسين. الجزء الثاني هل هو هيبقى شغال ضد كل المتحورات المختلفة؟ ده احنا حاطينه في الحسبان عندنا وهيبقى كده. وأي ما يحصل تحور هيبقى نوع الفاكسين الملائم لهذا التحور ده موجود لأن انت في الآخر امتلكت ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية النو هاو أو المعرفة إنك إزاي تطلع لقاح. الجزء الأخراني هيبقى إنتاجه إزاي؟ هتبقى كلها أو خط الإنتاج لهذا الفاكسين هيبقى كله أوتوماتيكي اللي هو بيصاب أوتوميتد فلن يكون هناك تدخل بشري في إن تخاف الكمية تبقى قليلة يعني صح ولا مش صح. وهناك رقابة علينا من هيئة الدواء المصرية أو من الجهات الرقابية كلها في مصر وعلى رأسهم هيئة الدواء المصرية. ومش بس كده ده منظمة الصحة العالمية بتتابع معانا إنتاج هذا اللقاح بالذات لأن دي أول مرة تحصل في الوطن العربي عموما إنتاج لقاح بالكامل مش ده أنا جايب لقاح من جهة تانية أو المادة الفعالة من جهة تانية وأنا بعبيها هنا هو بس في مصر لا أنا بنتج كل حاجة مصر. ف WHO أو منظمة الصحة العالمية بتتابع معانا خطوة بخطوة من أول ما قدمنا الملفات لإنتاج هذا اللقاح وبتتابع معانا داخل المكان اللي بنجري فيه التجارب السرية على هذا الموضوع. فمش عايز أقول بطمن الناس أنا بقول ده فعلا ده اللي بيحصل. ويعني لو عايزين في مرة من المرات تيجوا تشرفونا وتزوروا المكان وتشوفوا طريقة الإنتاج والكلام ده كله ده يعني هتبقى حاجة نفخر بيها جميعا. أكيد يمكن هذا الموضوع دكتور مفخرة لكل العرب لما بنقدم شيء بيخدم الإنسانية جمعاء في كل العالم أيضا ليس فقط في الوطن العربي. احنا اليوم راح نشوف كثير من النماذج ايضا في العراق في مصر في فلسطين في الاردن لكن ايضا ونحن نتحدث عن اللقاح المصري واحنا بنشوف اليوم امام السفر في العالم قديش في منافسه ايضا على انه اللي مسافر والدول تعتمد مثلا بعض اللقاحات لانها تسمح بدخول المسافرين او لا قديش راح ينافس اللقاح المصري في هذا المجال وهل في رؤيه وتصور معين وخطة عمل نحو هذا الاتجاه؟ تفضل. طيب احنا ان شاء الله اول ما ينتج هذا اللقاح ويبقى موجود متداول ما بين الناس سيتم تسجيله هو حاليا مسجل في موقع امريكي اسمه clinicaltrial.gov ده الموقع ده هو كل التجارب السريرية على مستوى العالم يتم تسجيلها فيه وما بيتسجلش فيه الا بعد ما هم بيراجعوا على الخطوات بتاعت البحث ويتأكدوا ان هو سليم ولا مش سليم. احنا قدمنا الكلام ده هوت وتم فعلا قبوله وتم موجود على الموقع ده هوت لاي حد يخش ويكتب كوفي فاكس او يكتب اللقاح المصري هيلاقي هيطلع له الموقع بكل فيه واحنا ترتبنا فين على مستوى العالم من ضمن الحاجات دي برضو عشان يعني حاجه نفخر بيها جميعا صحيح. ان مصر هتبقى سادس دوله على مستوى العالم كله تنتج لقاح ضد فيروس كورونا. احنا بنتكلم على امريكا بنتكلم على انجلترا بنتكلم على الصين بنتكلم على روسيا ثم تأتي مصر في إنتاج اللقاح ممتاز. يعني طبعا هي بتكلم على أمريكا والألمانيا لأن فايزر فايزر اشترت سادس دولة على مستوى العالم تنتج لقاح لكورونا تنتجه عندها مش بتكلم من دولة تكون أخذت حق تصنيع من دولة تانية وخلافه لا أنا بتكلم إنتاجه بالكامل اقول لك اكتر من كده ان هو هينافس بقى ازاي في ده احنا هنا هتخش عوامل كتيره مش فقط نوعيه اللقاح او فعاليته هتخش حاجات اقتصاديه وحاجات سياسيه وخلافه ولكن انا بقول لحضرتك ان ال WHO او منظمه الصحه العالميه بتدعمنا بشده في هذا المجال لان احنا
تأكدوا إن إحنا هننتج هذا الدواء أو هذا اللقاح بالتقنية السليمة الآمنة الفعالة 100%. اللي هو ما أجمل العلم اللي دايما بخلينا في كل لحظة أمام أي تحدي قادرين على أنه نتخطى أي عقبة. إلى نشام الأردن، خلونا نشوف الأردن والبحث العلمي ونماذج التطور والإبداع والريادة، ونكمل هاي الحلقة من بيت للكل. عمر محمد جراح طالب جامعي سنة ثالثة تخصص علوم الحاسوب في جامعة الحسين التقنية، حيث كانت بداية النجاحات والتميز منذ دخوله عامه الثاني في الجامعة ودراسته لمادة التحليل الذكي للأعمال، حيث ساعدت المهارات التي تعلمها في هذه المادة في الحصول على 3 وظائف بدوام جزئي كمحلل أعمال مع منظمة غير حكومية وفي القطاعين الحكومي والخاص أيضا. لم ينتهي نجاح وطموح عمر جراح هنا، بل كانت البداية لنجاحات كثيرة ومتميزة. عمر جراح نجاح وتميز، إرادة وتصميم، طموح بلا حدود. أنا اسمي عمر الجراح، طالب سنة ثالثة بجامعة الحسين التقنية، بدرس علم حاسوب، وحالياً عم بحاول أبلش شركتي الناشئة اللي بتساعد الشركات اللي بتستعمل تقنية البلوكتشين إنها تبدأ بمشاريعها الخاصة. ما شاء الله عليك، أنا شفت لك يعني من خلال سي في لحضرتك إنجازات طيبة ونشاطات مميزة، وهذا دليل إنه شبابنا الأردني دائماً لما بيكون في دعم له وفي متابعة في إنجاز. صحيح، صراحة الجامعة هون كثير فتحت لي فرص. بداية بلشت بسنة تانية أخذت مادة اسمها Business Intelligence، هاي المادة سمحت لي إني أشتغل 3 وظائف كلهم بشكل جزئي وأنا عم بشتغل. بعدين بداية بشكل آخر في مادة اسمها Entrepreneurship Bootcamp، مخيم ريادة الأعمال. فكرتها إنه الواحد يطلع بفكرة ناشئة ويطورها من خلال برنامج الجامعة. صراحة كثير غيرت بشخصيتي وصقلت أفكاري وخلتني عندي نحكي رؤية واضحة لشو بدي أعمل بحياتي، ومن خلالها طلعت معنا فكرة مشروع اللي هو أنا حكيت واحدة من المشاريع حكيت لك عنها اسمه باراغون. فكرة المشروع إنه نقلل إهدار الطعام من خلال يكون في العرض والطلب متساويين بسلسلة توريد الأغذية، وهذا المشروع بنقدر نحكي بلش من هاي المادة وتطور لأنه فزنا مسابقتين عالميتين من خلال الجامعة، واحدة اسمها بي تشينج ميكرز من شركة اتش بي، والتانية ايركس جلوبال سولوشنز اللي هي من وزارة الخارجية الأمريكية. خبرنا عن طموحاتك. صراحة بداية أول خطوة هي عم بحاول أنه تخلي فكرة المشروع اللي فزنا فيها المسابقات فكرة حقيقية، وهذا الاشي حيصير من خلال هلأ عم نحاول نجيب استثمار للفكرة إن شاء الله. إذا بتحكي على المجال البعيد، هدفي بصراحة إنه أحاول أكون عضر يعني جزء فعال بالمجتمع الأردني، إني أساعد الأردن يصير مركز للآي تي والمعلوماتية بالشرق الأوسط وبالعالم، ويكون دورنا كبير يعني بصراحة. وبحس الأردن عندها جميع المقومات أنها تكون هذا المكان بصراحة. إضافة لقناة يوتيوب وعندك عدد كبير من المتابعين. صحيح، أنا بشتغل مع زميلي لي بالجامعة على قناتين عنا على اليوتيوب، فكرتهم التعديل بالألعاب. الفكرة بنستعمل البرمجة حتى نعدل بتفاصيل اللعبة ونطلع بإشي المشاهد بده يشوف. كم عدد متابعينكم؟ عنا قناتين تقريبا المجموع 110,000 متابع. مشاهدينا رجعنا لكم بكل المحبة في بيتنا العربي المشترك، بيت للكل. دكتور، لو كملنا حوارنا عن موضوع البحوث، هل ترى أنها في الوطن العربي تطال كافة المجالات الحياتية و
هل ترى بالفعل أن هنالك هجرة للباحثين ولا العقول وأثرت على موضوع البحث العلمي في الوطن العربي؟ حضرتك هتدخلينا في موضوع مش هقول إنه كبير إنما مهم قوي. هو إحنا خمسة قدام الكاميرا دلوقتي، إحنا الخمسة إحنا باحثين. هي كلمة بحث يعني إيه؟ يعني ببساطة عشان الناس تفهم، أنا في عندي مشكلة بحاول أجد لها حل، فبشوف أعمل إيه علشان أبحث علشان أجد لهذا الحل. فنضرب أمثلة للناس عشان الموضوع تبقى ببساطة. لو أنا لمبة الكهرباء عندي في البيت ما بتنورش، مش شغالة، فأنا كبفكر بقول قد تكون ده اللمبة بايظة أو اتحرقت أو ده السلك بايظ أو الزرار اللي أنا بدوس عليه عشان ينور فيه مشكلة أو إن الكهرباء مش واصلة لها، الفيشة متشالة منها أو إن الكهرباء مش واصلة للفيشة نفسها. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا بحثت عن إن في مشكلة عندي لغاية ما أجد الحل أعمله أطلع لمنتج إن اللمبة نورت. صحيح. سيادتك في البيت لما بتيجي تعملي أكلة فأنت بتحطي حاجة على حاجة على حاجة عشان مكونات، يبقى أنت بتبحثي عشان تعملي أكلة شهية لحضرتك ولأولادك ولزوجك وخلافه. فكل الناس في كل مجالات الحياة هو بيبحث. إيه بقى الفرق ما بين البحث العلمي والبحث العادي اللي إحنا كلنا بنعمله؟ هو ان احنا قلنا طيب علشان نصل الى حل لاي مشكله هيبقى في طريقه معينه نمشي بيها علشان نوصل الى هذا الحل. يعني مثلا تاني نرجع تاني لموضوع الكورونا، معلش بس الكورونا دي كانت مشكله اجتمع العالم كله، ابتدى كل مجموعه من العلماء تجد تفكر طب نحلها ازاي، هو مرض بيصيب الناس، طب نحله ازاي؟ نحله عن طريق ان احنا طب الاول طب احنا عايزين نجد علاج، لا طب احنا عايزين نجد لقاح، لا طب ده احنا بينتقل عن طريق ان هو النفس بسرعه، طب الناس تلبس كمامات، طب ده بينتقل لو بعدنا عن الفتره، كل ده اسمه بحث. فهو البحث العلمي هو مكونات الحياه كلها. الانسان لما اكتشف النار هو كان بيبحث عشان يجد حاجه يعمل بيها ف ده كلمه البحث العلمي، هو ان انا عندي مشكله بحاول اجد لها حل. زمان كانت الدول اقتصادها اساسا بيقوم على الموارد الطبيعيه الموجوده عنده، انا عندي بترول، لا ده انا عندي غاز، لا ده انا عندي نحاس، لا ده انا عندي ذهب، انا عندي ماس وخلافه. دلوقتي بقت اقتصاد الدول يقوم على انا هعمل حاجه وما اعتمدش على الموارد الطبيعيه اللي موجوده. طبعا ده يجب ان نستمر، لكن اقصده انا خايف الموارد الطبيعيه دي تختفي من عندي، تنفذ البترول بعد فرق المياه والطاقه وخلافه والغذاء في الطاقه. احنا طول عمرنا بنستخدم مواد عشان نطلع طاقه، طب ما المواد دي هتخلص، طب بفكر بقى في طريقه اجد حاجات تانية جديدة بديلة للطاقة، اللي هي بقى بديلة للطاقة. يبقى ده بحث علمي في الاخر، انا عايز اطلع حاجة منتج استخدمه علشان نستخدمه. لو اكتشفنا دلوقتي ان اكتر من 70% من اقتصاد الدول الغربية معتمد على البحث العلمي، يعني ايه البحث العلمي؟ انه هو بيطلع منتج جديد خلاص يقدر يبيعه، ما هوش له علاقة خالص بالمنتجات الموارد الطبيعية، له بترول ولا هو غاز ولا هو ذهب ولا حاجات خالص، لما بيطلع فكرة جديدة يبتدي يسوقها ما بين الناس ويجد لها بتاع ويكسب من وراها. لو ضربنا أمثلة ببساطة خالص يعني نكتشف إن الصين والولايات المتحدة بيصرفوا تقريبا سنويا حوالي 500 مليار دولار على البحث العلمي، بس برضو عشان أكون أمين وصادق البحث العلمي لا يجب أن يكون اعتماداً على الدول. هنتكلم إن أمريكا بتصرف كذا أو الصين بتصرف قد كذا، إنما يجب أن يكون نابع من الشركات الخاصة. يعني لو اكتشفنا مثلاً إن في كوريا شركات أحد شركات السيارات مثلاً هي اللي بتصرف على البحث العلمي بتاعها أكتر من 60% من إجمالي الناتج البحث العلمي اللي في كوريا، وهذا هو يجب أن يكون إن الدولة دورها الأساسي هي أنها تحط التشريعات أو القوانين التي تسهل على الباحثين إن هم يعملوا، بس مش دور الدول ولا في أمريكا ولا في أوروبا. بس أنا هنا بس سؤال، يعني برضو هنا الشركات يعني زي ما اديت مثل يعني كوريا شركة سيارات، شركات السيارات كل همها هو الربح، صح، التجاره، يعني ان هو يبيع اكتر ما يملك، ولكن البحث العلمي دي
حاجة تانية خالص، دي فائدة هو مش عارف هتروح فين. يعني بحس ان هي من مهام الدول، الدول هي اللي بتعتني بده. لكن انا بخاف شوية من الشركات الخاصة، لانها هل هتبقى الا لو كان عندها فائدة ما، تبحث وراء شيء ما. فبرضو ده سؤال، بدليل انه لما الكورونا انتشرت ما كانش في حاجة تغطي هذا الفيروس سريعا. يعني فضلنا في تجارب سريرية وتجارب حتى هذه اللحظة، الاختلافات بين كل أنواع اللقاح. فده بدليل بأنه ما كانش فيه تجارب من هذا النوع خاصة بعلم الفيروسات أنقذتنا مثلا. يعني طيب خلينا نقول على حاجة تانية، هو من أنتج هذه اللقاحات؟ هي شركة خاصة، مش الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنتجت. طبعا هي شركة كذا وشركة كذا، بس هي أنتجتها تحت الأزمة لانه عارفه انها هتكسب. ايوه بالظبط يعني كده، الازمه هو وراها خلينا نتفق. يعني بالماركتنج والتسويق في ازمه زي اي ازمه في اي حته. البحث العلمي ان لم يؤدي الى منتج يتم تسويقه، لحضرتك تتكلمي عليه، ده بينفع في البحث العلمي في بعض المجالات اللي هي ما ينفعش القطاع الخاص يخش فيها، اللي هو ايه؟ الحاجات اللي ليها علاقه بالتسليح مثلا، العلاقات اللي ليها علاقه بحاجات نوويه مثلا، حاجات ليها علاقة بأماكن المستثمر أو القطاع الخاص مش هيشترك فيها. يعني نضرب مثل عشان برضو نوع الأسفلت اللي حطه مثلا في الطريق علشان يستحمل درجات الحرارة الخاصة بهذه الدولة، أو اللي يعمل لي حاجة معينة أو خلافه. يعني أضرب لك مثل برضو أحد النجاحات في الدول العربية، يعني قد أكون مش هقول أنا بأذيع سرا ولا حاجة، في المملكة العربية السعودية بتصرف قد ايه فلوس عشان تخلي الرخام اللي موجود عندها في الحرم مثلا النبوي او الحرم المكي ما يبقاش سخن قوي علشان درجات الحرارة مرتفعة لراحة الحجاج والمعتمرين. طب لو قدرنا نخلي الرخام ده او حاجة مادة تانية يكون بيولد برودة من غير ما استخدم الطريقة العادية، وده احد الابحاث اللي توصلنا اليها او توصل اليها احد الباحثين. الله. يعني هي الفكره في الاخر، هو البحث هو عباره عن انا بجد حاجه تريح الشعب او الناس او المستهلك في الاخر. فاللي حضرتك بتقول يعني ده صح في بعض الجهات، انما كل شركات الادويه في العالم كله اللي هي بتبص على الصحه بتاعه الانسان هي شركات خاصة. مش شركات. إذن دكتور بصورة عامة بأن البحث العلمي هو تقدم لكل البلدان على كل الصعيد، إن كان على الصعيد الحكومي بأن هو دعم حكومي خالص بالنسبة للباحث، أو من خلال القطاع الخاص الشركات الخاصة بصناعة أي شيء يفيد البلد أو يعود بالموارد المالية له. راح أستسمحك دقائق بسيطة نأخذ فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل هذا الحوار الممتع. إذا مشاهدينا فاصل قصير وبعدها متواصلين. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل لإكمال حلقتنا اليوم الخاصة من بيت الكل عن الباحث العربي في الوطن العربي في كل بلداننا العربية. حقيقة دكتور أنا تابع بلدي ممكن بالعراق، عندي كثير من الشباب الواعد عندهم بحوث مهمة بالنسبة لهم، لكن لا يجد من هنا الجهة الداعمة أو الراعية لبحوثه. مثل ما نعرف تحتاج لها أموال معينة، دعم في مواد للبحوث وكل هذه الأمور. هل تجد بأن اليوم المؤسسات المعنية بالبحوث هي داعمة حقيقية للشباب، تقدم كل ما يحتاج الشاب؟ طيب خليني اقول لحضرتك النظره ليست بهذا التشاؤم قوي. لا، هناك طبعا مؤسسات في كل البلاد العربيه مسؤوله عن او داعمه للبحث العلمي، بما فيهم في العراق وفي الاردن وفي فلسطين وفي مصر طبعا. المؤسسات دي المشكله الرئيسيه، ارجع تاني، ليست في وجود التمويل. هناك طبعا بنيه اساسيه قوية جدا في معظم الدول العربية من أجل البحث العلمي. المشكلة هي عدم الربط ما بين البحث العلمي ثم المستفيد النهائي، مش الإنسان اللي هو الجهة اللي هي هتاخد هذا منتج هذا البحث العلمي. كلنا عارفين وفي بنضرب أمثلة، ما عرفش في عندكم في الدول عندكم بتقول إيه، يقول لك هو عمل رسالة الماجستير والدكتوراه وحطها على الرف. كويس. يعني هو خلي بالك حضرتك مش تفرقه بين التعليم والعلم والاستفاده من العلم. بالظبط كده، انت عملت في رساله الماجستير والدكتوراه بتاعتك اللي هي معظم المناطق العربيه البحث العلمي قائم اساسا في الجامعات وفي المراكز البحثيه. طيب
انت ما فيش حاجه اسمها انك تعمل بحث علمي عشان تطلع منه رساله او تطلع منه بحث وتنشره. ده لازم، عشان لما في الاخر لو ما كانش هناك مستفيد شركه او جهه ما هتاخد هذا البحث وتطبقه، فانا اسف تعبير كدول عربيه بغض النظر كميه الثراء او عدم الثراء لينا كلنا، لسنا في هذا الطور من الرفاهيه ان انا اعمل بحث علمي فقط للمعرفه. ما كانش البحث العلمي بينتج منه منتج الناس تستفيد منه في الاخر، فده اضاعه للمال والوقت والجهد. اللي حضرتك بتقوله بقى ده بالظبط اللي بيحصل. ليه هجره للباحثين من عند حضرتك للدول الغربيه؟ ان هم عرفوا بعد ما يجيبوه هيشتغل في ايه عشان يطلع منتج، فهو حتى بيحس بنوع من انواع مفيش استفاده ماديه، طبعا استفاده ماديه لانه ياخد فلوس اكتر بشويه من البلد اللي هو فيها، انما هو في الاخر حس انه انتج منتج بقى موجود ما بين الناس بتتداوله. ودي تاني اكتر حاجه بتحس بيها الانسان بسعاده، ان انا قدرت اخد ده بقى اللي حضرتك رجعتي له، ده انا عملت حاجه افادت الناس. ويمكن معظم الباحثين في الدول العربيه قضى فتره من حياته في دوله غربيه كويس او حتى دوله شرقيه يعني زي اليابان مثلا او خلافه. ففعلا الدول الغربيه او الدول الشرقيه اليابان وكوريا والصين وخلافه لما بيجدوا ان في بعض الباحثين اللي عندنا عنده فكره جديده او هو متميز في حاجه، بيقدموا له كل الدعم عشان يجي يعمل هذا البحث عندهم، فياخدوا هم الفاكهه بتاعته او المنتج بتاعه في الاخر. الباحث مش بالضروره انه يكون بيدور على فلوس، طبعا الفلوس مهمه ما اقدرش اقول لا، انما هو في الاخر بيهمه ان منتجه او الفكره بتاعته دي بقت موجوده ما بين الناس بتقدر تستخدمها، ويبقى هو في قمه السعاده في هذا الموضوع. صح. يعني يعمل نحكي بصمه ويعمل شيء مختلف في العالم في العلم اللي هو بيشتغل فيه. بالضبط. هذا بحد ذاته يمكن رساله مهمه. دكتور، يعني احنا اليوم عندما نتحدث عن مؤسسات وايضا جهات تتبنى البحث العلمي، يعني مثلا شفنا بالتقرير قبل شوي عندنا في الاردن وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، صندوق البحث العلمي. صح. ودعم الرياده ونحو جيل اردني مبتكر كدعم من خلال مبادره المئويه، واكيد مثل ما هو موجود في الاردن في مصر في العراق في فلسطين، وهذا شيء مهم وهذا موجود زيه في كل دول العالم. كيف ممكن ننافس على مستوى العالم؟ كيف ممكن نعمل شيء مهم للجيل القادم في البحث العلمي؟ ما هو المطلوب؟ طيب انا بدايه بس احب ارسل رساله تحيه كبيره جدا للشعب الاردني وعلى راسه الملك عبد الله، لانه متبني قضيه البحث العلمي. الملك عبد الله برضه نقدر نقول عليه من الشباب زينا اللي اخذ قسط من التعليم في الخارج وعارف اهميه البحث العلمي، ليس رفاهيه. البحث العلمي من يمتلك المعرفه هو من يمتلك اقتصاد قوي ومن سيمتلك ارادته مستقبلا وبقائه. فانا بحيي الملك عبد الله من خلال هذا البرنامج على التوجه بتاعه. الاردن احد الدول العربيه الرائده في مجال البحث العلمي في وسط الدول العربية، ويمكن مخصصة ميزانية ليست بالقليلة من أجل دعم هؤلاء الباحثين. وبأمانة الأردن يمتلك ثروة بشرية رائعة، يمكن احنا بنتقابل معهم في كثير من المؤتمرات وخلافه. فكل ما ينقص مش بس الأردن، الدول العربية، هو الربط ما بين المنتج أو الفكرة اللي هتطلع من هذا البحث ونطبقها إزاي. وما زال هذا الربط هو اللي ينقصنا عموما في الدول العربية يعني كلها، يعني أن نخرج مما نراه إلى الواقع الذي نعيشه. وهي أساس البحث العلمي. وأنا يعني كتير انبسطت من الكلمة أنه بالفعل العلم اليوم مش رفاهية. من يملك العلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيق ذلك على أرض الواقع سيكسب المستقبل ويكسب العالم. علشان هيك اليوم عملنا من دق ناقوس الخطر بالاهتمام بالبحث العلمي وتطبيقه. قديش بتشوف إمكانية إنه نعمل يعني مشروعات عربية مشتركة ويكون في يعني دعم لهاي المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع؟ لأن في الدول العربية نحتاج إلى الموارد والغذاء والقمح، ونحتاج أيضا إلى الطاقة، ونحتاج إلى الكثير من الأمور، منها المياه والموارد التي يعني محدودة.
طيب خليني أقول لحضرتك إن هناك بعض الأماكن اللي فعلا جامعة الدول العربية عندها اتحاد اسمه اتحاد مجالس البحث العلمي العربي. هذا الاتحاد أو هذا المجلس دوره المنوط به أساسا هو تجميع الباحثين من الدول العربية كلها 22 دولة من أجل إنتاج بحث علمي قوي. قد تكون أحد الدول مسؤولة عن التمويل، قد تكون الدولة الثانية مسؤولة عن توفير الموارد البشرية، دولة ثانية مسؤولة عن توفير الموارد البنية التحتية لهذا الموضوع. للأسف هذا الموضوع غير مفعل بدرجة كافية. يعني إيه غير مفعل بدرجة كافية؟ بينتج بعض الحاجات إنما ليست بالدرجة المأمول منها. إنما هناك كيانات عربية موجودة فعلا مطلوب، بس مش هقول الروح فيها، تحفيزها. أنتم محتاجين بيت للكل بس في البحث العلمي. حضرتك لو فكرة البيت للكل دي احنا برضو بنعرضها، انه بيت للكل بحث علمي بين الدول العربية ولتكن دولنا الأربعة المشاركة في هذا البرنامج وتنضم إليها باقي الدول. طيب أنا هستأذن حضرتك عشان نكمل كلامنا وبرضو نشوف مع كل مشاهدينا نماذج رائعة من فلسطين. يعني إذا كنا نتحدث عن يعني هذا البحث العلمي الموجود هنا في مصر، وأيضا النشاط اللي موجود كمان في الأردن وأعتقد العراق، يعني أكيد بكل مدخراتها ممكن تشارك في كل هذه النماذج. تعالوا نروح جميعا إلى فلسطين ونشاهد بعض من هذه النماذج الجميلة لنستكمل هذا التقرير، بعدها نكمل كلامنا في بيت للكل. يحتاج البحث العلمي وبراءة الاختراع إلى بنية تحتية متخصصة وموازنة فلكية، إلا أن الفلسطيني لديه خلطته الخاصة للنجاح بالكثير من العمل ومقارعة الصعوبات وتحديها. إحنا الفكرة إجتنا إنه عملنا بحث مع الجامعة الأردنية في مختبرات الجامعة الأردنية. أهم نتيجة طلعنا فيها إنه ضغط العين، اللي هو لما يرتفع ضغط العين، ضغط العين أولاً عبارة عن الضغط الموجود داخل العين اللي بيضغط على الأوبتيك نيرف على العصب البصري. هذا الضغط الرينج تبعه من 10 to 20 MMHg، بس إذا ارتفع وصار يومياً إنه مرتفع يحول إلى باثوفيسيولوجي اللي هو علم الأمراض، مرض الجلوكوما. إحنا قبلها عملنا تجربة أو بحث تطبيقي في المختبرات وتوصلنا لنتيجة إنه مع برنامج تأهيلي رياضي لمدة 20 دقيقة الهاي انتنسيتي بيكون تشدي عالي 85% انتنسيتي، ممكن إنه ينزل ضغط العين. خلال أبحاثها لنيل درجة الدكتوراه استطاعت هبة دمج عدد من التخصصات الطبية والحيوية والوصول لعلاج غير دوائي لمرض الماء الزرقاء يعتمد على التمارين الرياضية بشكل آمن وبلا أعراض جانبية. في البداية هذا مشروع بحثي علاجي لمرض الجلوكوما اللي هو المي الزرقاء، ارتفاع ضغط العين، وإله عدة أهداف. الهدف الأول إنه نعالج مرض الجلوكوما عن طريق الإكسرسايز أو عن طريق برنامج رياضي، التمارين الرياضية معينة تحت إشراف خبراء في الفسيولوجيا الجهد البدني بأجهزة معينة. والهدف الثاني اللي هو بدنا نعمل على البليندينج ساينس. البليندينج ساينس هو دمج العلوم مع بعض، يعني مثلا تخصص الأوبثومولوجي أو البصر أو دكتور العيون مع تخصصنا الإكسرسايز فيسيولوجي، إنه ندمج هدول التخصصان خلينا نطلع بعلاج غير دوائي لا مرضى الجلوكوما، لانه الرياضه احنا بنعرف انه هي سبورتيف ساينس، هي داعمه لكل العلوم الثانيه. انا اول ما بلشت عاشر تقريبا اخذت اول شهاده اللي هي على مستوى الوطن العربي اللي هي عمل افضل مجسم. طبعا المجسم كان معمول من اعواد الكبريت، مجسم بيت كامل مع اناره بالسرعه عن طريق الطاقه الشمسيه، كل هاي التفاصيل. بلشنا صف 11 مع مؤسسه اسمها النيزك، بلشت في المشروع نفسه، يعني كان مجرد تفاصيل بسيطة موجودة معنا.
رغم منع الاحتلال إدخال بعض القطع التكنولوجية للأراضي الفلسطينية، إلا أن مؤمن قام بتصنيعها يدوياً ليحصل على براءة اختراع لكرسي ذكي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الحركة والتنقل دون مساعدة بشرية. مشروع اسمه الكرسي الذكي لمساعدة المقعدين على التنقل حصل على شهادة براءة اختراع. الروبوت هو عبارة عن كرسي بيساعد الاحتياجات الخاصة انه يتنقل في الأماكن العامة والحياة اليومية. المشروع عبارة أو براءة الاختراع عبارة عن كرسي موجود بصندوق، بيكون موضوع بصندوق السيارة الخلفي، يعني ما في داعي نعدل على السيارات الموجودة على أرض الواقع. لما بيحتاجوا عن طريق كبسة زر على الابليكيشن على التليفون، الروبوت بيطلع من صندوق السيارة الخلفي آليا بدون مساعدة أي شخص، بينزل من صندوق السيارة الخلفي لعند باب السائق بالتف. من ثم الكرسي المقعد نفسه اللي بيكون السائق السيارة بنتقل عليه بشكل آلي على ظهر الروبوت هذا، الروبوت بنتقل في الشوارع العادية. يقوم المجلس الأعلى للإبداع والتميز برعاية العشرات من المبتكرين الفلسطينيين ليصبح لفلسطين مكانا يليق بها على خارطة البحث العلمي. ورجعنا تاني مع حضراتكم، رجعنا نكمل كلامنا، وبرضو كنا بنتحدث قبل تقرير حتى فلسطين وهذه النماذج الجميلة، نتكلم عن بحث علمي عربي. طيب خلينا برضو نعرف وننقل هذا، ميزانيات البحث العلمي بتبقى عاملة ازاي؟ يعني تقديرها ممكن يبقى عامل ازاي؟ طيب البحث العلمي الميزانية بتاعته بتقاس بحاجتين، يا إما الدولة بتصرف قد إيه كفلوس إجماليا على البحث العلمي، أو دولة أو القطاع الخاص أو خلافه، أو نسبته قد إيه للناتج المحلي. يعني ما أقدرش أقول مثلا إن لو افترضنا إن مثلا السعودية بتصرف 100 مليار مثلا، بس هي الدخل بتاعها 20 تريليون مثلا، فيبقى نسبته 1% أو 0.5%. فدايما بنربطها أسهل بالناتج الإجمالي لهذه الدولة، يبقى هي بتصرف منه قد إيه. يعني الطبيعي النسبة تبقى كام؟ الطبيعي النسبة المتعارف عليها عالميا لا تقل عن 1%. 1% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدولة. ويمكن الدستور المصري 2014 قال هذا الكلام. إحنا اللي بنصرفه حاليا بالرغم من زيادته في الفترات الأربع خمس سنوات اللي فاتت، في تطور عالي جدا، وبيصل حاليا إلى تقريبا حوالي 8% من 10%. الدول العربية المختلفة بيصل نسبة إجمالي الميزانيات بتاعتهم من حوالي 0.5% إلى 6% أو 6% من 10% من إجمالي الناتج القومي. لو قدرت الدول إنها تدخل القطاع الخاص في إن هو يدعم البحث العلمي في هذا المجال، هتصل إلى كده وأكتر من كده، ما تبقاش معتمدة فقط على الميزانية بتاعة الدولة نفسها اللي بصرف عليها. أرجع أؤكد لحضرتك إن أكتر ناس هتبقى حريصين على إن البحث ده يتم تطبيقه هو الشركات الخاصة باختلاف أنواعها، لأن هو عارف إن أنا بصرف هنا عشان في الآخر حتى أخذ منتج هقدر أسوقه وبيعه للناس، فهيفضل يدعم هذا البحث لغاية. يعني بعد هذا الكلام لازم كل الدول تعيد النظر في البحث العلمي وفي العلوم على أنها ليست رفاهية، هي أساس بقاء الدول وأساس ضمان أمنها على المستويين القومي وأيضا على المستوى الاجتماعي. لكن اليوم لما نتحدث عن الدول الغربية والدول الأوروبية والدول المتقدمة، هي بالفعل تعتبر البحث العلمي أساس أمنها القومي؟ بالضبط كده هوت. وهزود على حضرتك اللي قلتيه بقى كلمة واحدة، من لن يمتلك المعرفة والعلم في العشر سنوات القادمة، مش بقى لن يمتلك أمنه فقط، ولكنه لن يمتلك لا اقتصاده ولا صحته ولا أمن القومي ولا الأمن الإقليمي عموما. يعني أيضا يمكن عم نشوف هناك كثير من خلينا نحكي بروتوكولات التعاون ما بين المؤسسات على مستوى البلد أو حتى على مؤسسات على مستوى دول أخرى، إن كان عربية أو حتى عربية وأجنبية. قديش مهم التعاون، قديش مهم يعني يكون في هناك تفكير مشترك ما بين العقول للوصول لشيء علمي مهم، إن كان عربيا أو دوليا. قديش مهم هذا الموضوع؟ لا مش بس مهم، ده هو أساسا. هضرب لسيادتك مثل، هي الدول مع أنه في بعض الأبحاث بدها خصوصية،
لا ما احنا مش بنتكلم طبعا في حاجات بتبقى نطلق عليها خصوصيه، نطلق عليها سريه، نطلق عليها لا دي ذات امن قومي معين. صحيح. انا مش بتكلم كده، انا بتكلم في البحث العلمي عموما. ممتاز. خلاص. طب هضرب لك مثلا عشان الناس برضو تفهم، هي انتوا متخيلين الدول الغربيه او الشخص الغربي او الامريكي هو اذكى مننا على الاطلاق؟ انما هم بيعملوا ايه؟ هم بيجتذبوا العقول من الدول المختلفه النابغه، بيجيبوا عنده، بوفر لك البيئه، بوفر لك المكونات اللي انت عايزها، انت بتشتغل عندي وانا باخد الناتج بتاعك. يعني هو عمل ايه؟ هو عمل تجميع لكل الافكار العالميه اللي هي موجوده في كل الدول، اخذهم عنده، خلاهم يشتغلوا عنده، هو اخذ المنتج. عمل امم متحده عنده في اوروبا كده وفي امريكا كده، ويمكن الصين واليابان ما هوش اللغه بتاعتهم مختلفه شويه، انما عندهم. ومنها تطلع نقطه حضرتك الناس كلها بتغفلها، هي المنح اللي الدول الغربيه بتعملها دي، هي بتعملها عشان يعني تساعد الباحثين اللي في الدول الثانيه؟ لا طبعا، هو بيجتذب هذه العقول وهذه الافكار عنده، تعالى نفذ لي بقى اللي انا عايزه وهدي لك فلوس. صح. وتخلص وترجع، انا خلاص انت اخذت منك اللي انت عايزه. اللي انت حضرتك بتقوله بقى، لو احنا كدول عربيه نجمع العقول العربية النابغة في كل المجالات ونتعاون مع بعض، أنا آسف في التعبير تاني، يعني هو برا حضارتهم قامت على الحضارة العربية لما تمام. حصلت الترجمة وابتدت ياخدوا الأفكار يعني, يعني خلاصة كده حضرتك يعني الخلاصة بأنه وإحنا بنتكلم من منبر عربي. صح. في بيت للكل بنتمنى أن يكون هذا المنبر علمي وخاص بالبحث العلمي، وقادرين يعني الحقيقة نماذج النابغة في كل دولنا العربية كثيرة، علماء وطاقة وأبحاث، فأعتقد إحنا بس محتاجين إنه يكون في اجتماع وتبدأ الميزانيات، والميزانيات كمان هتكون مشتركة فربما تكون يعني أفضل وأكثر بالتأكيد. حقيقة دكتور إحنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا، ونتمنى إن شاء الله هذا الكلام يكون وضح الكثير من المشروعات اللي بنحلم بيها. شكرا لك يا شافكي، شكرا لك دكتور نورتنا، شكرا لكل المعلومات القيمة اللي حصلناها من خلالك، وشكرا لمصر دائما المنتجة والمبدعة والباحثة عن الكثير من الابتكارات. إذا مشاهدينا وصلنا إلى مسك ختام حلقتنا اليوم من بيت للكل، نتمنى كل ما قدمناه نال رضاكم واستحسانكم، وإن شاء الله السلامة والأمان مو فقط للدول العربية، كل بلدان العالم. في أمان الله.